جاهزين للسؤال الثالث ولا نعتبره غلط من الاول؟ يا ريت. اوكي، السؤال الثالث، ما هو عنوان الفيلم المصري الذي ظهرت فيه شخصية سهل ب 1500 جنيه، وسط 7500 جنيه، صعب 15000 جنيه؟ احنا في السهل. يا مو سهل. في السهل. الاثنين سهل. يعني دي شخصيات بقى. مفيش مشكلة، والسهل ممكن يجي بعد كده الصعب عادي جدا. السؤال هو سؤال ب 1500 جنيه، بيقول ما هو عنوان الفيلم المصري الذي ظهرت فيه شخصية محجوب عبد الدايم؟ القاهرة 30. مش عايزة كلام. لا احنا عايزين نفكر عشان مفيش الا غلطة واحدة. لا ده نجيب محفوظ يعني. أيوة ما انت قلتي بسمع محمد منير وعملتي لي فيها. فخدوا وقتكم. لا هو طبعا القاهرة 30. أستاذة زهرة. هو القاهرة 30. القاهرة 30 إجابة صحيحة. وكسبوا معانا 1500 جنيه. بقى معاكم 1500 جنيه، ركزوا. هننهب. ركزوا عشان ان شاء الله يعني. ينفعش ننسحب؟ نعم؟ لا انسحاب ايه ده، انت معاكي 1500 جنيه. بركة. لسه اللي جاي حلو، اللي جاي حلو. السؤال الرابع، في أي مدينة يقع مقر سهل 2000 جنيه، وسط 10000 جنيه، صعب 20000 جنيه؟ قريبة كويس برضو سهل. مش معقول يا جماعة. معلش يا جماعة برضو. مفيش أي صعوبة، أي وسط، أي حاجة. معلش يا جماعة يعني. سهلة. أوكي، السؤال 2000 جنيه وبيقول في أي مدينة يقع مقر منظمة اليونسكو؟ لا ولا لا. فين اليونسكو؟ ف ف ف ف كلمة اليونسكو نفسها فين؟ في انجلترا؟ لا. بريطانيا؟ في امريكا؟ يونسكو في امريكا؟ يونسكو امم متحدة. تقع في امريكا ليه؟ امم متحدة. يونسكو تبع الامم المتحدة. انجلترا؟ الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا؟ أمريكا. مقر. مقر يونسكو موجودة فين؟ هل في أوروبا، في أمريكا، في يعني قارات يعني ولا إيه؟ مدينة. في أي مدينة؟ مدينة كمان مش بلد. لندن. لندن ايه؟ لا قايل بقولك اين تقع المقر بتاعها كمان يعني. برلين. برلين ولا سبع لندن؟ ثواني. لندن. خمس ثواني، اربع ثواني. ايه قولي اي حاجة. نيويورك. لا مش نيويورك خالص، اليونسكو تبع الامم المتحدة. لا قولي بقى. لندن. لندن. عايزين إجابة يا سمر من فضلك. لندن. يبقى نقول لندن. لندن؟ موافقة حضرتك؟ موافقة. آخر كلام لندن؟ يلا عشان نروح مصر. بنقول لهم ألف مبروك، إجابة خاطئة وكده استنفذوا الثلاث إجابات. باريس. والإجابة الصحيحة هي باريس.